بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بجميع من يشاهد ويسمع هذا الفيديو. مؤسسة بردة خضراء 30 عام هي مؤسسة في مجال التغيير المطلوب في داخل المباني. هي مؤسسة موجودة سعودية من 30 عام، وهي ما زالت، أي السجل التجاري موجود. تنوي المؤسسة إلى التحول إلى شركة كبيرة جدا، وتكون الأولى في مجال التغيير، وهو المباني الخضراء و الشركات الخضراء، أو البيزنس، جرين بيزنس، يعني العمل، نظام العمل. إن شاء الله سيكون البث والتواصل على السوشيال ميديا من خلال اليوتيوب، العام public، يعني تبحث أو يصلك اليوتيوب، وأيضا الترويج عن طريق أو النشر عن طريق الهاشتاج. الهاشتاج سيكون BBG 1991، يعني ثابت. فإذا الهاشتاج هذا كل يوم متجدد، يعني ممكن نستقبل فيه آراء. أو أسئلة على التويتر. هنا يعني حيكون الهاشتاج كذلك متجدد، يعني طريقتنا ترقيمية. يعني هناك 9 أو 4 أصفار، يعني 9999 هاشتاج. الغرض تكوين كتاب General Instruction أو الإرشادات العامة. نحن نعتبر أن رؤية القرن، كما صرح بذلك في عام 2000 منظمة البيئة الأمريكية، رؤية القرن هي في المباني الخضراء، وأيضا الشركات الخضراء. هناك تقرير عام 2000 يتحدث عن، موجود طبعا من الـ US، يعني أمريكا، EPA يعني Environmental Protection، وكل دولة في العالم عندها EPA، منظمة حماية البيئة. فكل دولة موجود فيها، في السعودية وفي مصر وفي
إندونيسيا وأمريكا. طبعا أنا سميت هذه الثلاثة أو الأربعة مع أمريكا، أمريكا هي الأصل، أصل المنظمات الـ EBA، يعني هي المتقدمة، يعني كل الـ EBA في العالم يأخذ منها، يعني ما في هناك اختلاف في الأنظمة، اللي هي منظمة البيئة الأمريكية أو حماية البيئة. حماية البيئة هي قسمين، حماية البيئة الخارجية في المدن وليست داخل المصانع ولا داخل المدارس ولا داخل يعني المدن فيها مصانع ومدارس ومساجد. أما حماية البيئة الداخلية فنقدر نعبر عنها في جامعة وفي منظمة هي Indoor Air Quality Association برضو أمريكي. فالآن المنظمة الأمريكية للـ Indoor Air Quality Association، يعني الجانب الثاني من البيئة هو داخل المباني، وفي جميع الدول ليس هناك مراقبة لأن المسؤولية على تطبيقات أنظمة الدولة فيما يحمي العمالة التي تعمل أو الساكنين إلا في المباني. فمن يتضرر من المباني يستطيع يعطي خبر للدولة، أو الدولة تعرف مثل ما حدث في كورونا وتمنع الناس من الخروج. البيئة أو خطر البيئة هو التلوث، فالبيئة الخارجية يعني كل الدول مسؤولة الحكومة، أما داخل المباني والمصانع المفترض أن الحكومة يعني تلزم، وهذا ما سيحدث يعني. والآن حدث بعد الكورونا، يعني مثلا المدارس الآن ما في طلبة يروح، السبب إنه البيئة الداخلية اللي هي دائما نسميها indoor air quality، جودة الهواء الداخلي. طبعا مؤسسة برد من 30 عام هي تعمل في الهواء الداخلي اللي هو التكييف، يعني نقدر نقول الهواء الداخلي كأنها منظمة التكييف، جودة التكييف، يعني الindoor air quality أو جودة الهواء مقصود، أو جودة الهواء مقصود بها في منظمة الـ Indoor Air Quality Association، وعندها جامعة Indoor Air Quality Association University، وطبعا عندها عضوية وكورسات وحاجات كتير. طبعا نحن في التويتر في التغريدات، يعني الكتاب سيصير في التغريدات مش في اليوتيوب، ففي التغريدات نضع المنظمات اللي هي أنظمتها أو الأمريكية. إذن الآن عندنا منظمتين أمريكية، منظمة البيئة الأمريكية قالت في تقرير 90 صفحة أن رؤية القرن يعني 2099 هي مباني صحية لناس أصحاء، healthy building healthy people. سأضع في الفيديو اللينك للمنظمة، وأيضا في الفيديوهات، في يعني مع الفيديوهات سأضع فيديوهات شرح، يعني تقريبا كل يوم 20 دقيقة. طبعا
رؤية القرن ستتبناها مؤسسة بردة خضراء 30 عام، فيحتاج الآن توعية، الآن توعية، وستكون هناك بعثات للدراسة بالتشارك. يعني نحتاج يعني الوظائف عندنا، فنبدأ ببعثات. البعثات ستكون إلى مصر في معهد أو أكاديمية السادات للإدارة. أي شركة تحتاج إدارة، وأي شركة مثلا زي مؤسسة بردة خضراء فيحتاج تأسس جي آي وإدارة. فنحن هنبدأ بالكورسات، وسنستهدف الخريجين في عام 2021 لإعطائهم شهادة MBA، يعني شهادة MBA كورسات في تعاون بيننا وبين، فستكون شهادة إنه الشخص إذا تخرج ماجستير مهني، MBA ترجمتها عند الأكاديمية السادات ماجستير مهني. يعني في فرق بين ماجستير إدارة أكاديمي وماجستير إدارة مهني. فماجستير إدارة مهني MBA. عدد حاصلين على MBA كثير جدا، فنحن لا نستهدفه. يعني عندنا بعثة للدي بي اي، يعني اللي عنده MBA ياخذ دي بي اي تقريبا يمكن سنتين في أكاديمية بي بي جي كورساتها، أو في تعاون affiliation مع أكاديمية السادات إدارة الأعمال. كثير دول أو كل دولة فيها معهد الإدارة مثلا زي السعودية، لكن معهد ما هو أكاديمي. في مصر أكاديمية السادات لأن هي أول من أنشأت معهد الإدارة، يمكن كان معهد صار أكاديمي. فطبعا جميع الفيديوهات سنتكلم عن البعثات للخريجات وللإحاطة، المستهدفين هم التخصصات المهنية. التخصصات المهنية 4 طبعا، البنات والأولاد. ففي جدة هيكون 10 أسابيع دورة تسجيل، يعني تتبع للنظام اللي هي ساعات كريديت أورز أو ساعات جامعية. يعني حتى الدفع والتسجيل نفس نظام أكاديمية السادات. سنستعرض فيديو في هذا الملصق، تجدونه في الأعلى، عن أكاديمية السادات وكيفية التسجيل فيها. ونحن قد تكلمنا معهم وهم عندهم نظام للشركات، يعطوا كورسات خاصة ويعطوا حتى شهادة ماجستير. مثلا نحن الماجستير اللي حياخدها أي طالب أو طالبة خريجين 2021 سيأخذوا ماجستير مهني في 4 تخصصات. يعني الطالب يكون خريج كلية التربية، لأنه هو شهادة كلية التربية هي اللي تزاول المهنة، أو شهادات مزاولة المهنة. وأيضا خريجي القانون
يستطيع يزاول المهنة، طبعا من مصر للسعودية ومن إندونيسيا. يعني ممكن كل طالب أو كل فصل فيه 3 طلبة. موعد بعد الدورة أو بعد التسجيل، يعني تقريبا التسجيل ال10 أسابيع الأولى أونلاين، وفي اختبارات. طبعا الدورة الأولى والكوارتر الأول محسوب ساعاته، يعني ممكن تكون 8 ساعات في الأسبوع، يعني 2 يوم في الأسبوع محسوب ساعاته ضمن ال60 ساعة. يعني حتى أي أحد ياخد MBA تقريبا 60 ساعة سمستر أورز. نحن عندنا كوارتر أورز حيكون أكثر من 60 ساعة، لأنه عندنا كوارتر حننظم مع أكاديمية السادات كوارتر، كوارتر 10 أسابيع. بين كل كوارتر وكوارتر يمكن أسبوعين، يمكن أسبوعين إجازة. فهذا التنظيم. طبعا في البداية سوف نعطي يعني كريدت للطلبة إلا نختارهم إنهم يعملوا معنا. يعني في MBA موجودة، فما في أكاديمية ولا جامعة تضمن العمل. فنحن عندنا جامعة السادات هي ستختار من يعمل معه، يعني زي المعيد، زي مع شركة في مصر أنشئت عام 18، مكة سمارت للتدريب، شمس للتدريب MCH. فأوعدكم يوميا في معدل تقريبا 20 دقيقة سيكون هناك فيديو ومع الهاشتاج، يعني الهاشتاج حيكون BBG 30 years 0 أو 1991 بعدين 0001. يعني هذا اليوم كده يكون 0001، وغدا إن شاء الله 0002، وهكذا نستطيع متابعة الهاشتاج والفيديوهات. وأتمنى للجميع، طبعا الهدف التأهيل للعمل. يعني تقريبا أول دورة يعني مخطط إنه يعملوا معنا، يعني بعد الانتهاء من السنة اللي هي في مصر سوف يكون لهم عمل، لأنهم هم أوائل الخريجين، سيكون لهم عمل جميعا. العدد سوف نختاره من المتقدمين للدورة، يعني زي ما تقول لو تقدموا 100 ننسق مثلا أول كوارتر بعد الكوارتر هذا، يعني في أول السنة في فبراير تقريبا يبدأ الكوارتر أو في مارس، يذهبوا دفعة، بعدين دفعة إما تاني كوارتر أو كذا حسب الجامعة ما تقبل، لأنه في دكاترة معينين للكورس حسب طاقة أكاديمية السادات. يعني إحنا ما نقدر نحدد العدد، حننسق معاهم بعد دورة جدة. دورة جدة طبعا عشان نعمله وعشان نحرص انه يعملوا في مؤسسة بردة خضراء، يكون هناك يعني توقيع مع المتقدم المترشح للعمل أو للمنحة الدراسية، لأنه من العمل نستطيع أننا نعطي كريدت بحيث أنه يعمل في مصر كعملي
في الشركات ويتدرب في الشركات الكبيرة 500 موظف أو الشركات العالمية إلا في مصر. فمثلا لو حسبنا 6 ساعات في 5 أيام، هذه تقريبا يعني واحد يعمل 6 ساعات 30 ساعة، فيستطيع إنه ينتهي من الدراسة في سنة ترمين 30 ساعة.